الإدمان أكبر خطر بيواجه شبابنا، انتشر في السنين الأخيرة بشكل كبير ودمر آلاف الشباب وخرب بيوت وشرد أطفال. الشاب بيتجه للإدمان لأسباب كتير، منها طبيعة البيئة اللي هو عاش فيها أو أصحاب السوء أو نتيجة مشاكل في حياته. الشاب بيعتقد إن المواد المخدرة هتبعده عن الواقع اللي هو عايش فيه، وواحدة واحدة بيتحول لمدمن وبيتعاطى كل أنواع المخدرات اللي بتدمر صحته ونفسيته، وبيتحول لإنسان تاني. وأكتر ناس بتعاني من الإدمان هم أهل المدمن اللي بيعملوا كل اللي عليهم عشان ينقذوا ابنهم أو بنتهم، في اللي بيقدر وفي اللي ما بيقدرش، وفي شباب كتير بتموت بسبب الإدمان، وفي شباب كتير بتتجه للسرقة عشان توفر فلوس المخدرات، وبتكون النهاية السجن. واللي بيسهل الإدمان الصيدليات اللي بتدي السرنجات للشباب بدون روشتة، وصرف الأقراص المخدرة والقطرة وأدوية الكحة للشباب بأسعار باهظة، وبقت تجارة عند بعض الصيدليات اللي ما بتراعيش ربنا. أنا بوجه رسالتي لكل شاب، انقذ نفسك وانقذ عيلتك وابعد عن سكة الإدمان. انت أقوى من المخدرات.